اهلا بكم مشاهدينا الكرام. من العناوين الى التفاصيل نرحب قبل ذلك بضيفينا معنا في الاستوديو الصحفي في جريده الجزيره السعوديه الزميل نبيل العبودي. مساء الخير نبيل. يا اهلا وسهلا اخي عادل، وانا سعيد بتواجدي معك. اهلا وسهلا فيك نبيل. نرحب ايضا بضيفنا الاخر من جده الصحفي في صحيفه الرياضيه السعوديه الزميل العزيز خالد قاضي. مساء الخير ابو عنان. يا اخوي عادل، وامسي بالخير عليكم وعلى جميع المشاهدين والاخ نبيل، وان شاء الله يعني نقول ما يثري الحلقه ويفيد المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذ خالد. نرحب ايضا بمشاهدينا الكرام، ونبدا باخبارنا في هذه الحلقه التي بالتاكيد في هذه الايام ربما الحديث والجزء الاكبر من حديثنا سيكون عن النهائي المرتقب يوم الجمعه القادم. في الأهلي أعلن أعضاء شرف للأهلي قبل المباراة بيومين شراء حصة جماهير الأهلي من تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وسوف توزع على جماهير الأهلي مجانا لدخول المباراة ومساعدة الفريق حسب آلية محددة ووفقا لترتيبات سابقة في هذا الإطار. هذا ما أعلنه اليوم الأهلاويون عن شراء كامل حصة تذاكر الأهلي وتوزيعها مجانا لجماهير الأهلي يوم المباراة. بالتأكيد سوف يكون لدينا تفاصيل عن هذا الموضوع وكيفية توزيع حتى الجماهير تكون في الصورة لكي يعني ما يحدث أي يعني ازدحام وتدافع للحصول على هذه التذاكر المجانية. معنا بالتأكيد بيكون معنا بعد قليل الزميل محمد الشيخ مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي. نبيل، توقعت مثل هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي عادل، أولا في البداية يعني اسمح لي بس أني قدم التهنئة للفريقين بهذا الوصول من هذا اللقاء النهائي. نعم. وتشرف بسلام الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين. الحقيقة المناسبة كل الرياضيين سعداء بهذه المناسبة اللي هي تتويج لموسم رياضي اعتدنا عليه في كل عام. أنا أعتقد أن الخطوة اللي يقدم عليها أعضاء شرف النادي الأهلي تعتبر خطوة إيجابية في ظل البحث الجاد من الفريق الأهلاوي للعودة من جديد إلى منصات التتويج التي غاب عنها الفريق القلعة، اللي هو كان في سابق صديق حميم للبطولات والكؤوس وبالذات كأس خادم الحرمين الشريفين. أنا أعتقد أنها خطوة إيجابية، وأيضا تدعيم الحقيقة لجمهور الأهلي اللي كان هذا الموسم على مبارزة وكان وراء وخلف الفريق رغم ما أصاب الفريق من من يعني نكسات وابتعاد عن المستويات في هذا الموسم. طيب.